ملف فيروس كورونا حاضر بقوة في سباق الرئاسة الأمريكي، فهو أحد النقاط المثيرة للاختلاف في الحملات الانتخابية للديمقراطيين والجمهوريين. ولا يزال المرشح الجمهوري الرئيس ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يتبادلان الاتهامات بشأن كيفية التعامل مع الوباء وتداعياته على اقتصاد الولايات المتحدة وتعريض حياة الأمريكيين للخطر. تشتد الحملات الانتخابية في السباق الرئاسي الأمريكي، وتتصاعد الاتهامات بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بشأن التعامل مع فيروس كورونا، ويطرح كل واحد عرضاً مختلفاً لاحتواء الوباء وتداعياته. ترامب الذي أصيب بالوباء وشفي منه لا يزال يقلل من خطورة العدوى ويسخر من ارتداء أقنعة الوجه كلما التقى بمؤيديه خلال جولاته لعدد من الولايات. يقول ترامب إن كورونا على وشك الاختفاء بشكل كامل، وإن إدارته قامت بعمل رائع لوقف الجائحة، بينما تتزايد معدلات الإصابة بالفيروس في أكثر من 39 ولاية أمريكية. يصر ترامب على عدم الإغلاق لمواجهة الوباء، وطلب حكام الولايات بعدم التفكير في هذا الإجراء، محذراً الناخبين من أن وصول بايدن لسدة الحكم يعني إغلاق البلاد وتدمير الاقتصاد وانتشار الفقر والتعاسة. تحذيرات لم تتوقف عند هذا الحد، بل أضاف ترامب أن التصويت لبايدن سيتسبب في إغلاق المدارس ومنع المناسبات الاجتماعية وإلغاء احتفالات عيد الشكر وعيد الميلاد والاستقلال وغيرها من المناسبات. في المقابل، انتقد بايدن تعامل إدارة ترامب مع الأزمة الصحية في البلاد، واعتبر أن سياسة ترامب في مواجهة كورونا إهانة لضحايا الوباء وقادت الولايات المتحدة إلى أسوأ حال. وفي كلمة إلى الناخبين أكد بايدن أنه سيدعم الاحتكام إلى العلم في موضوع اللجوء إلى إجراءات الإغلاق لمواجهة الوباء، وأشار إلى أن ترامب استسلم في معركة كوفيد-19. الآن إلى الدكتور ليون بوفكا، هو المدير في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، ومن ميتشيغان الدكتور غسان سعيد الأستاذ في أمراض السرطان بجامعة وينستيت. أهلا بكم ضيفي الكريمين. فيروس كورونا عامل مهم في الانتخابات الأمريكية، إلى أي درجة ترون أنه هذه المسألة حاسمة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحديث العلم أيضا عن قرب التوصل إلى لقاح وأيضا قرب التوصل إلى علاج إلى عقار فعال؟ دكتور؟ ألو دكتور ليون، تفضل. لنا جميعا ندرك أن فيروس الكورونا له تأثير كبير على كيفية قيام الناس بالعيش كل يوم. أنا قلقة حول الجانب الاجتماعي والتعليمي للكورونا على الأفراد، وبالتالي نريد السيطرة على هذا الأمر بحيث لا يكون لدينا هذه المشاكل الصحية التي عانوا منها الكثيرين. وهذا يتطلب تغيير في السلوك ومساعدة الناس في فهم ما هو مطلوب لتخفيف انتشار الفيروس. وهنا دكتورة لين أنا سألت من هذا الباب، أنه شاهدنا الذي يجري بالأمس في عدد من المدن الأوروبية، روما على وجه التحديد، الناس يرفضون العودة مرة أخرى إلى الحجر، كانوا يتظاهرون في الشارع، يتعرضون للاعتقال، ونحن الآن نعرف أن العلم يسابق الزمن بالتوصل إلى لقاح، بالتوصل إلى عقار. هل من المنطقي أن يطلب من الناس مرة أخرى أن يحجروا أنفسهم داخل منازلهم؟ السؤال هو ما الذي يفيد الصحة العامة؟ هناك كثير من أسباب اقتصادية، الإغلاق تتسبب في مشاكل و
ولكن هناك أيضا أسباب كثيرة. أن انتشار الفيروس له تأثير هائل على الأفراد والمجتمع بشكل عام من خلال الإصابات، وأيضا من يموت بسبب الإصابة في النهاية، وهو أمر مقلق إذا نظرنا إلى التأثير طويل الأمد من الإصابة بالفيروس، سواء على الصحة العقلية أو الجسمانية أو التغييرات الجسمانية. لابد أن يكون هناك توازن بين الأمرين للتأكد من أن الجمهور يبقى في حالة صحية جيدة، وأيضا أن نقوم بما يجب أن نقوم به حتى نبقى على الحياة من خلال التعليم والصحة والعلم والعمل والأمور الأخرى التي يجب أن نركز عليها حتى يذهب الناس إلى أعمالهم بشكل آمن ولا يؤدي إلى انتشار المرض، وأيضا تعليم الأطفال بشكل يسمح بالتعليم الجيد، ولكن بدون فتح كل شيء بشكل كامل. فلا بد أن نكون حذرين في النظر إلى العلم وكيفية القيام بهذا الأمر لاستيفاء الحاجات الاقتصادية والنفسية للأفراد، وأيضا الاجتماع بين الناس، وتخفيف احتمالات الإصابة، لأن هذا له تأثير سلبي كبير على المجتمع وعلى الأفراد. دكتور غسان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها واضحة: لا عودة مرة أخرى للإغلاق، ستكون هنالك أساليب أخرى للتعامل مع فيروس كورونا، من بينها حماية كبار السن، من بينها أيضا مراجعة أو متابعة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، في حين أن جو بايدن يقول أنه سيستمع إلى العلم. الاتهامات دائما إلى دونالد ترامب أنه لا يستمع إلى العلماء. تفضل، ما رأيك؟ نعم، رأيي أنه لازم نستمع للعلم. لازم، أول ما بدأنا في هذه الأزمة الحكومة الأمريكية عملوا تاسك فورس عشان يعني من العلماء، دكتور فاوتشي ودكتور بريكس وغيرهم، وحاولنا مشينا فترة نسمع آراء العلماء في الموضوع ونتصرف على حسب آراءهم واقتراحاتهم. بعدين ما وفت شكلها مع الرئيس الأمريكي، فحب يغير الموجة. فأنا لا أوافق معه. أنا أوافق أنه لازم تكون في لجنة، زي ما نرجع اللجنة مرة ثانية، وهي لجنة الأوبئة هي اللي بتكون وبتحدد المسار حسب الظروف على الأرض. طيب، وحسب وأنا هنا لا دافع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أقول لك ما يقوله بالضبط. هو يقول أنه استمع لأكثر من رأي علمي، وهذه الآراء العلمية بعضها مختلف. على سبيل المثال مسألة الكمامات، أنتوني فاوتشي بداية هذه الأزمة فيروس كورونا قال إنه الكمامات لن تكون واقية، لا داعي لارتداء الكمامات، إن الكمامات يرتدوها العاملون في القطاع الصحي فقط، وكمامات مخصصة. الآن أصبحت الكمامة أو ارتداء الكمامة بالأمر، في بعض الولايات لم ترتديها تعتقل أو تغرم. صحيح، لما كانت الإصابات نازلة، بس اليوم مثلا أمس كان في عندك 90,000 إصابة، لما تكون عدد الإصابات مرتفع بهاي الطريقة، فالحماية بأي طريقة، بالكمامات، بالتباعد الاجتماعي، بتغسيل بالهايجين، تغسيل الإيدين وغيره، ضروري. يعني كل واحد عنده أي فكرة بتشتغل معه بحيث أنه ما يتعرض لهذا الفيروس أنا بأيدها. الكلام المضبوط هو ما يقوله العلماء، والعلماء ما يقولوا ما يلي. إذا عندك تدرس الحالة، كل دولة أو كل ولاية لها وضعية لوحدها. يعني اليوم أمس عندنا في ميشيغان كان عدد الإصابات يعني أعلى نسبة من بداية هاي الأزمة. ولكن لا تنسى أن معدلات الوفيات أيضا منخفضة دكتور. نحن إلى الآن في الولايات المتحدة عند معدل 1,000 وفاة في اليوم، يزيد بقليل أو ينخفض بقليل. نعم، هو نزل عدد الوفيات، نزل من 30% إلى 8% الآن، والسبب طبعا أنه الأطباء تكونوا خبرة أنهم يتعاملوا مع المرض، وبعدين كمان في أدوية مثلا الستيرويد وغيره بدأت يعني تشتغل بنجاعة وإلها نجاعة لمحاربة المرض. بس يا أخي الكريم، 8% لسه رقم مهول.
للوفيات، يعني 800 رقم كبير. يعني الآن إحنا على 8%، يعني 1000 وفية إذا واحد من أحبابه الواحد أو من أهله صحيح صحيح فقده، طيب يكون هذا الرقم. وكما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى وفاة واحدة هذا عدد كبير. دعونا نبقى مع هذا التقرير مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك الجدل حول التعاطي مع فيروس كورونا. يواصل الفيروس التفشي في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات مع تسجيل ما يصل إلى 90,000 إصابة خلال يوم واحد. نتابع ونعود. تقف ولايات أمريكية أمام خيار فرض إجراءات وقائية صارمة خلال الأيام المقبلة بعد تجاوز عدد الإصابات 90,000 خلال 24 ساعة بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وسجلت ولايات الشمال والغرب الأوسط أسوأ حالة تفشي الفيروس في وقت تشهد فيه 35 ولاية ارتفاعا في عدد الإصابات، وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء 8,094,000 إصابة. وارتفع متوسط الحالات خلال الأيام السبعة الماضية بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى 20%، وزاد متوسط عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم حاليا في المستشفيات بنسبة 5%. لكن الخطر يكمن وفقا لمساعد وزير الصحة الأمريكي في انخفاض نسبة حالات الشفاء مقارنة بشهر يوليو الماضي. وتوقع المسؤول الأمريكي اتخاذ الإدارات المحلية في 35 ولاية إجراءات صحية مشددة في حال عدم التزام الناس بتعليمات السلامة والوقاية. دكتورة لين، نشاهد ارتفاع غير مسبوق في أرقام المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الموجة الثانية ربما، ولكن الأرقام التي يتم تسجيلها لم يتم تسجيلها في 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 الموجة الأولى. لماذا؟ وهل بدأ الناس يتهاونون أو يتعايشون مع الفيروس في رأيك من الناحية النفسية؟ هذه أحد التحديات، أنه أصبح تهديدا مزمنا، وعندما يصبح أمر مزمنا نعتاد عليه ونبدأ في التفكير أنه الأمر ليس بمشكلة، أنا لم أصاب بالمرض حتى الآن، وبالتالي نتخلى عن حذرنا، وبالتالي نقوم بتصرفات ربما لا تحمينا. الأمر المشجع هو أن ارتداء الكمامة يبدو أنه يخفض من نسبة الإصابة ويقلل من إمكانية الانتقال للمرض. والآراء التي أقرأها تبدو تشير إلى أنه أيضاً يخفف من حدة المرض، وبالتالي لابد أن يكون هناك معلومات واضحة حول أهمية ارتداء الكمامة عندما نختلط بالآخرين بشكل دوري، خاصة إذا لم نستطيع القيام بالتباعد الاجتماعي. هذا أمر مهم للتخفيف من حدة الفيروس. هذه هي التغيرات السلوكية التي يجب القيام بها، وبالتالي يجب أن يكون هذا هو العادة. مثلا مفاتيح منازلنا ومفاتيح سيارتنا عندما نأخذها نأخذ أيضا الكمامة معها. الدكتورة، هذه هي الحياة الطبيعية الجديدة أو ما يصطلح عليه بالنيو نورم. دكتور غسان، في كلمة أخيرة، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين يتحدثون عن أنه مسألة الفيروس ما كان يجب أن تكون في المحك السياسي باعتبار أنه مسألة علمية بحتة. دعنا نقف مع العلم دكتور، أين نحن من التوصل إلى لقاح؟ هنالك عدد من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب. دقيقة. لغاية هذه اللحظة ما في أي لقاح، حتى اللقاح لما يتوفر ممكن يكون للسنة القادمة، في منتصف السنة القادمة إذا كان في لقاح. اللقاحات التقليدية فاشلة. هذا ليس دكتور فاوتشي يقول إنه من المتوقع بدرجة كبيرة إنه نهاية العام الحالي يتم التوصل إلى لقاح. لكن طلب من الولايات الأمريكية أن تستعد لتوزيع اللقاح في 15 من نوفمبر. وكيف عرف الدكتور فاوتشي أن هذا اللقاح آمن؟ اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب. اللقاحات في المرحلة الثالثة هي مرحلة التجارب الآمنة.
اسمح لي، المرحلة الثالثة تحتاج بعديها لسنوات حتى تعرف أنه اللقاح آمن أو غير آمن. التعويل على اللقاح فقط حتى لو طلع اللقاح حيكون بس ل 20-30% من الناس. اللقاح ما حيغطي كل المجموعات من الناس اللي هم هاي ريسك، ممكن يكونوا كبار السن، ممكن يكونوا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، ممكن ما يشتغل معهم اللقاح. لغاية هاي اللحظة عزيزي آخر كلمة حقول لك إياها، العلم فشل في إنتاج لقاح لأي ريترو فيروس موجود من الإيدز. أنا لا أعرف لا أعرف لا أعرف مصدرك في هذه المعلومات، وبالتأكيد إنه ما يقوله دكتور فاتشي وهو مختص في علم الأوبئة وأيضا في اللقاحات يمكن أن نأخذه في الحسبان. لماذا تعرض هذه الفكرة علميا في 30 ثانية باختصار؟ أنا لا أعرض الفكرة، أنا بقول بعد ما ينتج اللقاح حتى لو كان ناجع لازم في مر وقت عشان تعرف إنه آمن أو غير آمن. طيب ما حتقدر تعرف. وضحت الفكرة دكتور غسان سعيد، أنا أشكرك جزيلا. اللقاحات في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأمان، 60,000 مشارك في مرحلة التجارب. دكتورة لين بوفكا أشكرك أيضا.